المادة 58 ثانياً، يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن 30 يوماً لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو 50 عضواً من أعضاء المجلس. سيدات سادة النواب، يوم غد تنتهي السنة التشريعية الأولى وينتهي الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى، والمجلس الآن انتظم بإجراءاته الكاملة، تم تشكيل حكومة، أيضا تم المضي ببعض القوانين التي نجد من المهم أن نمضي بها كمجلس النواب، وهذا ما أشار إليه المادة 58 ثانيا بعبارة لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك. وبذلك وبناء على طلب رئيس مجلس النواب، يتم تمديد الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الأولى الدورة الانتخابية الخامسة 30 يوما استنادا إلى أحكام المادة 58 ثانية من الدستور، وذلك لاستكمال عدد من المهام والتشريعات اللازمة. هل يوجد اعتراض على ذلك؟ هل يوجد اعتراض؟ 30 يوم تمديد الفصل التشريعي 30 يوم. نعم، لا يوجد اعتراض.